حتى بتروجيت المهدد حس بالظلم، حس بالظلم فطلع بيان هقوله لكم برضو بيشتكي فيه من الحاله اللي حاصله والاوضاع اللي ادت الى انه يواجه هذا الوضع الصعب ويحدد موقفه انه مش هيلعب الا لما يشوف الفريق المنافس، وده اللي قاله الاهلي في بيانه. المركز الاعلامي لنادي بتروجيت قال تعقيبا على اصدار جدول الاسبوع الاخير اللي هو 34 للدوري المصري، قرر نادي بتروجيت عدم خوض مباراته ضد فريق المقاولون العرب التي كان مقررا لها 3 يونيو على ملعب استاد السويس الجديد، وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية. ويتمسك نادي بتروجيت بلعب جولته الأخيرة بالدوري الممتاز أمام المقاولون في نفس التوقيت المباراة الأخيرة لكل الفرق المنافسة حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية. ويتمسك نادي بتروجيت بشكل قاطع بعدم استبدال أي مباراة للفرق الأخرى تطبيقا لمبدأ المنافسة النزيهة، الله يرحمها نزيهة. ووفقا لترتيب جدول الدوري يجب أن يلعب نادي المقاولون مباراته ضد الأهلي في بطولة الدوري أولا قبل مواجهة بتروجيت، وأيضا لعب المباريات المؤجلة لفريق الزمالك أمام حرس الحدود والجونة قبل لعب الأسبوع الـ 34. ما هو لو قالوا للزمالك تعال العب مع الأهلي قال لك لا، دي مباراة في الأسبوع الـ 34 مش هلعبها إلا بعد ما ألعب بقية المباريات. طب وانتوا بتقولوا سمعا وطاعة، ما افتكرتوش ولد الغلابة دول؟ ما افتكرتوش انه ده ينطبق على هذه الأندية في ان هي فعلا ما دام بتروجيت مباراة في الأسبوع الأخير يلعبها في الأسبوع الأخير؟ ليه الكلب كل المكاييل الغريبة ديت؟ اللي بتطبقه على الكبير طبقه على الصغير عشان الناس تحترم قرارك وتنفذه، لكن بتروجيت معاه حق وهو بيقول لك انت كده ماشي بمعايير غير نزيهة بالمرة. دي مباراة في الأسبوع الـ 34 مش هلعبها إلا في الأسبوع الـ 34 الختامي ويكون المنافسين بتوعي لعبوا، لكن أو هيلعب مع ده أو ده حسب ما سيادته يختار لا، يبقى نزيه الله يرحمها فعلا. قال بتروجيت في ختام بيانه الصورة باتت واضحة للجميع الآن، حيث تم إجبار بتروجيت على لعب مباريات مضغوطة وصلت إلى خوض مواجهات بفاصل زمني 72 ساعة فقط، وهذا الأمر ليس له علاقة ببقية الفرق الأخرى نهائيا. ويصر نادي بتروجيت على خوض الأسبوع الأخير اللي هو الـ 34 لجميع الفرق في وقت واحد تعميما لمبدأ تكافؤ الفرص، وهذه أبسط حقوق النادي، وفي حالة حدوث غير ذلك فسيكون هناك اتجاه معين لهبوط فريق بتروجيت للدرجة الثانية، وأن أمور مسابقة الدوري تدار بشكل غير حيادي وتميز فرقا عن الاخرى. يعني وبتروجيت خد باله دلوقتي ان الامور لا تدار داخل الملعب. طيب اذا ده موقف بتروجيت وهو يمثل حاله من حالات الفرق المنافسه على البقاء واللي عندها شعور بان الامور مش فير ابدا. مش فير ابدا ابدا. ولذلك الامر اللي قدام لجنه الانقاذ في اتحاد الكوره نتمنى ربنا يوفقها وتوصل للعداله، حطوا المصلحه العامه على الترابيزه، حطوا قدامكم ظروف كل هذه الانديه، حطوا في اعتباركم وانتم خبراء في الكوره وكباتن كبار انك انت في شهرين كاملين الانديه ديت اللعيبة هتفضل بتتمرن بكل الزهق لمدة شهرين عشان ترجع تلعب مباراة أو مباراتين وما تعرفش تأجس بعد كده، والأندية ما تعرفش ترتب للموسم الجديد، ومحدش هيعرف يستعد بقايمة أفريقية، ولا حد هيقدر يتطلع ولا يغير أجهزة فنية، كلها أمور تعاقدية هتجبروا الأندية عليها. الحسنة الوحيدة اللي وأنا أعتقد انه اللي حصل ده خارج عن ايد الحاج عامر حسين اعتقد، ولو في تقدير الشخصي لشخصه الراجل ده اعترف هيقول لك اني بريء مما يصنعون،
بجد، لانه واضح ان المسائل مملاه، وواضح ان التدخلات كتيره، وواضح ان الناس بتتهوش، وواضح ان كل واحد فيهم بيتهدد بحاجه سمعا وطاعه. بس في انديه صوتها ما بيعلاش.